السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نوعات اخر العقود. احنا فين يا جماعة؟ احنا في سوق التلات اللي هو في الجيزة، هصور عند ابو جينا النهاردة، اوريكم الحاجة اللي عندي. بس قبل ما اصور، في تعليق جالي على الفيديوهات كلها، مش فيديو مخصص لابو جينا، حد بيدعي على ابو جينا من الاخر، فحد يخش كده ويقولي بتدعي عليه ليه او حصل منه ايه، واحنا نقول صح كده عشان واحده بتدعي. والله انا عايز اعرف هي بتدعي ليه او عمل ايه. طيب اداكي قماش مش حلو، احنا نقول. ما انا مصورش مع حد واثنين وثلاثه وواحده في التعليقات تفضل تدعي عليه. طب انت قولي ايه السبب، وجهت لك اهو في المقدمه، انت لازم تقولي ايه السبب، ما ينفعش ادعي على حد من غير ما اقول ايه السبب. بصوا يا بنات، النهارده ابو جينا جايب قماش قطيفه، في ناس كتير قوي بتكلمني على القماش القطيفه يا دعاء، عاوزينه عشان نعمل ابواز المخدات ونعمل منه الكفر بتاع المراوح. عندك يا ابو جينا النهارده البواقي القطيفه بكام؟ البواقي القطيفه بكام يا ابو جينا؟ بص يا جماعة، ده القطيفة اللي انا بقول لكم عليها، المتر ب10 جنيه من البواقي اللي في الارض دي، تمام؟ اللي عاوز يا جماعة يجي ياخد من عنده. هي بتبقى فيها الجفوات البسيطة دي، قطع قطعتين، تلاقي فيها وصلة، تمام؟ اهي الوصلة عشان برضو ابقى واضحة وقايلة لكم الحاجة اللي عنده كلها عبارة عن ايه، تمام؟ البواقي دي اهي، بصوا ست واخدة منها اهو، المتر ب10 جنيه. في عنده اهو بالتواب زي ما انتم شايفين، المتر ب20 جنيه. في عنده حاجة عاملة زي البرانت دي بقى حلوة قوي، الخامة بتاعتها تقيلة عجباني، حلوة قوي. المتر منها تقريبا ب20، صح؟ المتر من ده بكام يا ابو جينا؟ المتر من ده ب20 جنيه اهو، ده شكله وده الشكل التاني، ده المتر ب20 جنيه. في عنده همر بس حتت بواقي اهي، جنزاري، رمادي، كشمير، كذا شكل. في عنده البواقي كشمير ورمادي لغاية دلوقتي قابلني، وفي اهو جنزاري، بس عشان خاطر ما ضيعش اللي انا ماشيه عليه، عايزه ابين لكم كل حاجه عنده. دي بتاعت ستاير اهي، تمام؟ بس هو ما عايز ابين، وانا مش عارفه اسال الاسعار كام ومش بيرد. بصوا يا بنات، 15 جنيه دي، بصوا الشكل بتاعها بيعمل ازاي وبتلمع ازاي، يا رب تكون واضحه في الفيديو. ده شكل منها، في شكل تاني اهو، في مبيتي. وعلى فكره انا شايفه عنده تليجر، فلازم نوصل له ونعرف بكام، ان الاقي الاول اني جبت تليجر. ده ب15 جنيه برضو، ده حلو بقى المراتب، ده حلو للمراتب، ماسك نفسه شويه وما فيهوش ستان كتير. ما انا شايفاه عريض فعلا، ده عرضه 3 متر وب20 جنيه، ب20 جنيه وعرضه 3 متر. الهامر بكام؟ ب15 المتر من البواقي. طب التليجر، انت جاي من النهارده تليجر، يعني ده انت مدلعهم قوي. اعمل ايه بس؟ عرضه قد ايه ده؟ عرضه عرضين؟ افرق كده يا ابني؟ عرض عرضين 140؟ ازاي عرض واحد بس تقيل قوي؟ بكام ده؟ بكام يا ابو جينا التليجر؟ ب30 جنيه؟ حلو قوي قوي، حلو بصراحة جدا. التليجر بتاعه تقيل ومحترم جدا جدا جدا، وبخت اللي ياخد منه، تقيل جدا. بكام ده يا ابني؟ ده شانيليا؟ ده شانيليا، ده تنجيد بقى، انت ريحتها تبقى حلوه قوي. ده شانيليا يا بنات، بصوا الضهر يعمل برضه، يعمل بيضات بيضات، وتحط لها ركامه يبقى تحفه. ده المتر ب30، التليجر ده ما يتسابش ب30 جنيه، لون نبيتي منه. ما عندكش الا نبيتي بس في التليجر؟ صراحه تحفه تحفه تحفه. التليجر ده تقيل تقيل جدا، لو كان لون تاني كنت خدت منه. بصوا بقى ايه دي، انا عايزه افهم قماشه دي ايه. بسم الله، ايه القماشه الغريبه دي؟ وعرض واحد بس، برضو ممكن تنفع ستاير دي يا بنات. يا ابو جينا دي بكام؟ المتر ب10، عرض 140، تنفع ستاير حلو قوي. لو خدتي كام قطعه جنب بعض ستاير حلو. بالنسبه للستاير اللي الناس سالت عليها المره اللي فاتت دي، خلصت اول ما عرضتها، خلصت. دي بقى القماشه اللي عند ابو جينا كله. تعالوا اوريكم القطيفه بعد اذنك، اوريكم القطيفه اللي عنده الوانها ايه. جاب دلوقتي البتنجاني، وجاب اللون الغريب ده اللي ما بلاقوش عند حد اصلا اهو، اللي هو زيتوني غامق، زيتوني غامق.
او كموني على حسب ما انتوا بتسموه، وعندكم بيتي وعندكم سكري وعندكم كافي وعندكم بني وعندكم كشمير، كل دي الوان، وعندكم جنزاري. دي الوان القطيفه اللي عنده المتر ب20 جنيه من الطوب. لو اي بواقي المتر ب10 جنيه. بالنسبه للناس اللي سالتني على بوز المخدات وشوش المروحه اللي هي عايز تعمل كفر، ونقفل كده الفيديو عند ابو جينا. ويا ريت اللي زعلان من حد او شايف اي حد انا بصور عنده في مشكله عنده، انا رقم تليفوني مكتوب على القناه بتاعتي. اللي عنده مشكله مع اي تاجر انا بصور معاه يتصل بيا ويقول لي ايه المشكله، لكن ما اقعدش ندعي بقى في كل فيديوهات ابو جينا ابو جينا، وانا مش فاهمه اصلا ليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.